بشكل أساسي على مناهضة كافة أشكال التمييز الديني والنوعي. وانطلق الاتحاد في تنفيذ هذا المشروع إيماناً بأن الحق في المساواة والعدالة حق أساسي، وأن التمييز يؤدي إلى تفتيت نسيج المجتمع، كما أنه أرضية وسبباً من أسباب نشوء وتبلور العنف في المجتمع. لهذه الأسباب التي ترتبط بإيماننا بالعدالة والمساواة وحفاظاً على تماسك المجتمع وأمنه، قام الاتحاد بتنفيذ هذا المشروع لكي ينشر ثقافة مغيرة تؤمن بالحق في الحياة والتعايش وقبول الآخر والتنوع الثقافي. كل ذلك من شأنه خلق فهم مغاير يسمح بالتعايش بين أطراف المجتمع. يتضمن حفلنا اليوم ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يتضمن كلمات للسادة الشركاء. الجزء الثاني سوف يتكون من عرض مسرح لإحدى الفرق المشاركة في المشروع. الجزء الثالث يتكون من التكريمات والتسليم الدروع. الآن سوف نبدأ بالكلمات والكلمة للمستضيف الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، فليتفضل. أستاذ الدكتور عيسى بدران رئيس الاتحاد العام للفيمينيست، والأخت العزيزة الأستاذة رندا فؤاد التي تشارك في العمل مع الدكتورة هدى، وكان لها دور قبل كده في المسائل المتصلة بالبيئة. أنا سعيد جدا لما اتصلت بي الدكتورة هدى بدران وأنا على تواصل دائم معها، لأنني من أكثر الناس الذين يعرفون تاريخها المشرف واسمها المحترم في كل العهود. ولذلك عندما تولت رئاسة الاتحاد النسائي كنت سعيدا وداعما ومؤمنا بأننا نمضي على الطريق الصحيح. وها أنتم اليوم في مكتبة الإسكندرية التي أتشرف برئاستها لكي أعبر لكم عن سعادتنا بوجودكم هنا. ولقد شهدت لبعض زملائكم وزميلاتكم معرضا منذ دقائق قليلة تشير كل لوحاته إلى رفض التمييز ومعاداة العنصرية والإيمان بالمواطنة والإحساس بالمساواة بين أبناء الوطن الواحد. ونحن نلح على هذه المعاني في كل مناسبة نستطيع فيها أن نبعث برسالة إلى هذا الشعب العظيم وأبنائه الذين تحتضنهم المجتمع المكتبة أيضا بلا تمييز. وكما قلت لكم أننا سوف نستقبل عبر هذا العام إن شاء الله أفواج من الطلاب المرحلة الإعدادية أو الثانوية من كافة أنحاء الجمهورية والمعاهد الدينية، حتى يتاح لهم أن يعرفوا وأن يقرأوا وأن يسمعوا أمورا تتصل بالوطن ومستقبله وحياته. فأنا سعيد جدا اليوم ومؤمن أننا نمضي على الطريق الصحيح، وأنا أعلم أن عندكم مسرحية سوف تعرضونها بعد قليل، ولا يسعني إلا الترحيب بكم جميعا. ومعكم النائب السابق رئيس جامعة الأزهر، وهو عالم محترم جدا ومعني بقضايا الشباب تاريخيا. فأنا يعني أعبر لكم جميعا عن سعادتي بوجودكم معنا، وأتمنى لكم أن تقضوا وقتا مثمرا ومفيدا في مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية هي مركز الإبداع والإشعاع في كل الاتجاهات، ولذلك نحن نحتضن اليوم وعلى هامش المؤتمر الدولي السنوي لنا الخاص بالأدب والفن في مواجهة العنف، نحتفي مع الاتحاد العام لنساء مصر أيضا بمفهومهم لدور الفن في مواجهة العنف. والفن بشكلين، الفن التشكيلي، وأنا تركت القاعة منذ دقائق، والآن تأتون إلى الفن المسرحي بمعناه الواسع. تحية للأستاذة الدكتورة هدى بدران ولأبنائي وبناتي من الموجودين والموجودات معنا، وأتمنى لكم التوفيق. وأكرر ترحيب مكتبة الإسكندرية بيت الإبداع، وهي بيتكم جميعا بغير استثناء. شكرا لكم. شكرا لكافة المنظمين معنا
من مكتبة الإسكندرية الكلمة الآن للدكتورة هدى برطرار رئيس الاتحاد العام للنساء مصر. مساء الخير جميعا. أنا هاخد على النص بس عشان أقول كلمة في حق الدكتور مصطفى. هو يمكن ما يعرفش إن أنا بعتبره السند مش بس ليا، السند للاتحاد والسند لكل الجمعيات الأهلية اللي أنا اشتغلت فيها، والسند لاتحاد النساء العربي. وعايز أقول إنه له هو هذا الاتحاد النساء العربي اللي إحنا جبناه مصر، ما كانش هذا الاتحاد جه لمصر. فتحية كبيرة جدا للدكتور مصطفى. المؤتمر ده جماله في إن فيه أدباء بيتكلموا عن الأدب في مواجهة التطرف والعنف، وإحنا بندي صورة إن إزاي أيضاً الأدب والفن يتطبق، وإزاي شبابنا اللي زي الورد الجميل هو يكون الفاعل اللي يورينا إزاي هو يعبر عن نبذه وكرهه للعنف والتطرف من خلال ألوان الفن المختلفة. والفن طبعاً موسيقى ورسم وتصوير، وكل أنواع الفنون دي هي فعلاً غذاء للروح، ويمكن توجيهها في اتجاه الخير والجمال. أما بقى المسرح فهو أبو الفنون جميعاً، لأنه يشمل فن التمثيل والموسيقى والغناء والرسم والديكور، ويوصف كل إمكانيات الفنون للتعبير عن رؤية العالم ولدعم الرسالة الأخلاقية وتشكيل وعي المجتمع. لذا أصبح المسرح ضرورة من ضروريات التقدم والحضارة، بل من ضروريات الحياة نفسها للشعوب. تعبر الشعوب من خلاله عن أحاسيسها وتعكس اتجاهاتها وتيارات حياتها المتبينة. يعد النشاط المسرحي من أهم الأنشطة الثقافية التي يحظى بأهمية في كل الدول المتحضرة، ولم يعد دوره ترفيهياً فحسب، بل له دور سياسي واجتماعي مؤثر. فالمسرح يقوم بتنوير الواقع الاجتماعي ومنح المتعة بجانب الوعي الاجتماعي والسياسي. وهناك المقولة المأثورة: أعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً. وتدل المقولة دلالة واضحة على الأثر التنموي للمسرح. يستطيع المسرح أن يجسد المفاهيم ويفسرها، ويستطيع أن يتفاعل مع المشاهدين فكرياً وانفعالياً، ويكسبهم وعياً بقضايا ومشكلات يعكسها على خشبته، ويستطيع أن يخلق علاقة خاصة بين الممثلين والمتفرجين والحوادث التي رمناها أمامه. حينما يقوم بالتمثيل أعضاء المجتمع من الشباب، وحينما تعبر المسرحية عن قضايا لمجتمعهم تمس مجتمعهم وبالتالي تمس حياتهم وحياة أسرهم، يصبح للمسرح مكانة غاية في الأهمية. يقدم المسرح إلى ذلك فهماً أعمق وتفسيراً حقيقياً للقضايا، ويصبح أداة من أدوات العلاج والتغيير. وليس ضرورياً أن يعيش كل متفرج المشكلة التي تتناولها المسرحية التي يشاهدها، ولكن مشاهدتها تثير تعاطفه معها وتدفعه للتفكير في حلول لها وفي إمكانية مساهمته في هذه الحلول، وبذلك يصبح جزءاً من عملية التغيير المطلوب. الاتحاد العام لنساء مصر سعيد بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وسعيد بالتعاون مع جامعة القاهرة ومع وزارة الشباب في هذا المشروع الذي يشجع الهواة من شبابنا على استخدام الفن بأشكاله المختلفة في عرض ومناقشة قضية التطرف والتمييز المبني على أساس مفاهيم خاطئة عن الدين والجنس. أود أن أشكر مكتبة الإسكندرية مرة أخرى، وأشكر جامعة القاهرة، وأود أن أذكر أن هذا المشروع ابتدأ مع الدكتور جابر نصار الذي أعطاه كل الأهمية. أيضا أشكر دكتور الخشن
لاستمرارنا معه في تكملة المشروع. أشكر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب على مسانده وتعاونه وفريق الوزارة الممتاز والقدير المشارك في المشروع. وأشكر أيضاً وليس أخيراً شبابنا المبدع، شبابنا الجميل الذي هو أملنا والمستقبل بتاعنا. وأخيراً وليس أخيراً أشكر الاتحاد الأوروبي. لولا الإيو ما كان هذا المشروع يخرج إلى حيزه. الإيو ليست كانت مساندته فقط من الناحية المادية، ولكن كان المساندة المعنوية هي أهم بكثير من ذلك. أشكر الجمهور، أشكركم جميعاً، وأشكر لكم حسن استماعكم. شكراً. شكراً دكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر. الآن مع كلمة السيدة ساندرا ديويل، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، فلتتفضل. Disappoint you, this will not be in Arabic. It's though Mr. Mustafa Fekir just asked me to do so, but other than taxi Arabic, I haven't picked up much yet in my few months here. So on behalf of the European Union, I want to thank on my side as well all the partners who have contributed to the program, to the whole project, and especially to the final event of tonight, the project concluding Culture and Theatre Against Discrimination. The Ministry of Youth, the Ministry of Culture, the Egyptian Feminist Union, the Bibliotheca Alexandrina, and last but certainly not least, all of the artists and all of the participants who have worked together over the past year in the youth and cultural centers. All of you, in your own role and your own way, have come together and contributed to putting the spotlight on discrimination in many forms. I've seen in the exhibition highlights on discrimination based on religion, highlights on discrimination based on gender, and as I stand in front of you as a woman as well, I will talk mostly about discrimination against women and girls. 2017 was designated the year of the woman in Egypt for good reasons. Women in Egypt and in the region have great potential, and a lot of that potential remains unused. Egypt is trying to address this with its national strategy for empowerment of women and the national strategy to combat violence against women. And the European Union, with its development cooperation programs, is happy to support Egypt in delivering upon Egypt's own commitments to strengthen the voice and participation of women and girls in all aspects of life, in their homes, their schools, their workplace, and their communities. Gender equality is a core value of the European Union, and the member states of the European Union have made not only political, but also legal commitments to do better in this field, and to take concrete steps towards true gender equality. The EU tries to do this within its own borders of the 28 member states, and in its dialogues and cooperation with third countries. In light of the Sustainable Development Goals and the European Consensus on Development, the European Union and its member states have a major responsibility to play to make sure that no one is left behind, man or woman, boy or girl. It is clear that the road towards gender equality is long, not only in Egypt, and we need not only women and girls and government officials to walk on that road, but also boys and men. And this, I believe, was one of the strongest assets of this project, Culture and Theatre Against Discrimination. Both men and women within the same community were involved. Both men and women were willing to take a close look at, to question and break down the stereotypes and the limitations that are preventing both women and men from achieving their full potential and preventing them from contributing as equal partners to their societies. I would like to extend our great appreciation to the Egyptian institutions and all the partners that made this project
reach remarkable results with a very modest budget. I'm impressed with the hard work of the Egyptian Feminist Union and the hundreds of participants who have used their creativity and their art to work towards greater equality. The arts are a powerful tool to bring people together, to connect and communicate, to empower girls and women to achieve their full potential, and to have women and men, boys and girls, work together in a true team spirit. And I hope that all participants in the project's activities have found it an enriching and eye-opening experience. I look forward to seeing some of the fruit of your collaboration and hard work presented here tonight in this beautiful setting of the Biblioteca. And I hope also that during the next 3 years of my stay in Egypt, there will be many other occasions for us to celebrate concrete steps toward gender equality and women empowerment. Thank you very much. مجمل اللي قالته توجه الشكر لكل الشركاء وكل الحضور المتميزين، وهي تنقل سعادة الاتحاد الأوروبي وسعادتها شخصيا بهذا المشروع الذي يعتبر شكل من أشكال التعاون من أجل المساواة، الذي يمثل أهمية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي. هذا المشروع الذي جمع ما بين النساء والرجال، جمع المختلفين، يدافع عن كل المستضعفين والمهمشين، البعد الجغرافي، الاختلاف في النوع، الاختلاف في الدين، الاختلاف في العمر، الاختلاف في النوع، وتتمنى من كل المشاركين أن يكونوا استفادوا من هذا المشروع وأن يتوسع مستقبلا. أكرر شكري نيابة عن الاتحاد السيدة ساندرا، والآن مع كلمة ممثل جامعة القاهرة الدكتور أحمد عمار ومنسق أيضا دوارة تبع الجامعة. مساء الخير أستاذ الدكتور مصطفى الفي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر والمثقف العربي الكبير، أستاذ الدكتورة هدى أديب رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، سادة الحضور خالص تحية. الحقيقة مشاعر ربما تكون مختلطة، وأنا واقف ما بين ايد حضراتكم ممثل باسم كبير هو اسم جامعه القاهره، الجامعه الام بتحمل على اكتافها تاريخ طويل جدا من التثقيف والتنمير في المجتمع المصري والعربي والدولي. شرف لي ان اكون واقف في هذا المكان اللي بيحمل اسم مكتبه الاسكندريه، المكتبه الضاربه في أرض التاريخ بجذورها الممتدة بشكل كبير. الحقيقة زي ما قالت الأستاذة الدكتورة هدى بدران، إنه هذا المشروع بدأ في عهد الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، وكان البداية تحت رعايته، وبنشكر له هذا الجهد الكبير لأنه الحقيقة قدم مساندة كبيرة لهذا المشروع باعتبار جامعة القاهرة شريك أساسي فيه مع الاتحاد العام لنساء مصر. خالص الشكر أيضا للأستاذ الدكتور محمد عثمان الحشد رئيس جامعة القاهرة الحالي الذي يرسل إليكم خالص التحية. سعيد أيضا بأني كنت جزء في هذا المشروع الكبير الذي يحمل اسم الثقافة والفن والمسرح ضد التمييز. سعيد لأن هذا المشروع أعطى إلي الفرصة لأن أقف مع مجموعة من الشباب المتميزين، أكثر من 50 شابة وشاب من جامعة القاهرة، لم أجد فيهم إلا فناً وإبداعاً وتميزاً وطاقة كبيرة لترسل إلى الجميع رسالة مهمة، وهي أن الشباب المصري قادر على صنع مستقبله بنفسه بدون أن يشعر بقيود عليه أو بتحكم في اختياراته. هؤلاء الشباب اختاروا نصوصهم بنفسهم، كتبوا نصوصهم بنفسهم، اختاروا لوحاتهم بنفسهم. لم أكن معهم إلا مجرد متابع من بعيد. أنا بشكرهم كل الشكر وكل التحية لكل أبناء جامعة القاهرة اللي شاركوا في هذا المشروع، كل واحد فيهم باسمه
وبقول لهم انا اتعلمت منكم كتير جدا اكتر كتير من اللي انا ممكن اكون اضفته اليكم. انا سعيد جدا بهذا المشروع لانه بيقول ان الفن الحقيقي قادر على مواجهه كثير جدا من الافكار الهدامه التي يمكن ان تصيب المجتمع في ظرف نحن نعيشه في مجتمع يعاني من مصاعب وويلات كثيره. فنحن بحاجه الى مثل هذا الفن. ادعوهم الى الاستمرار وادعوهم الى التحرر ومزيد من التحرر لاضافه افكار اكثر جاذبيه واكثر ابداعا وابتكارا. خالص الشكر للاتحاد العام لنساء مصر والاستاذه الدكتوره هدى بدران وكل القائمين على هذا العمل في الاتحاد العام لنساء مصر. وخالص الشكر لكل الساده الحضور. واتمنى ان هذا المشروع لا يكون هو النهايه وانما يكون مجرد بدايه لمشاريع اخرى مستقبليه تقدم الكثير للشباب المصري. وبشكر حضراتكم وبتمنى انه العرض الذي سوف تشاهدونه بعد قليل اللي بيقدمه طلاب جامعه القاهره ينال استحسانكم ويعبر عن الرساله اللي بيقدمها هذا المشروع. تحياتي لحضراتكم وشكرا جزيلا. شكرا دكتور احمد. وعيد الترحيب بالحضور وخاصه الكتاب والباحثين والمفكرين. انا مش عاوز اخصص احدد اسمه لكن اشكرهم كلهم على حرصهم للحضور ومشاركة معنا في هذا اليوم. الجزء الثاني من حفل ختام المشروع هيبدا بعد قليل. هنشوف مسرحيه باتيا وهي ديكور حسن نبيل وكياد اميه احمد مفردات احمد عادل ودعاية محمد عبد السلام، إضاءة عمرو رضا، مخرج مساعد محمد جمال، مخرج منفذ عمر الشحات ويسري إبراهيم. الممثلين علي دياب، أميرة مبروك، سلسبيل محمد، إكرام عماد، يوسف علي، نادية حليم، أبانوب سليم، مصطفى معوض، هاشم رجب، محمد جمال. أرجو الفرقة تستعد عشان نبدأ العرض. شكرا لكم. Yeah.
وأن يخطو هذه الخطوة في طريق الحقيقة. طبقا لاستطراد إن شيء مرئي هو مرئي لأننا نراه، والعكس هو الصحيح. ولكن ألا يعطي ذلك الرأي أفضلية للشيء عنه؟ مثلا إذا أحب المرء شيئا ما أو شخصا ما فإنه يحب لأنه محبوب وليس محبوبا لأنه يحب. يقول أفلاطون نقلا عن معلمه سقراط أنثار الشجر وضريرا لا يرى، فالشجر بهذا مرئي في عين الرأي محبوبة لضريرها، وعليه فإن الأشياء لا تحمل معنى آخر. أفلاطون تلميذه وأنا تلميذة من الفاتن التي تدرس منها أفلاطون الفلسفية، لذلك أؤمن بفرض الفلسفية النفس. وكذلك أنا ولكني أخالفك الرأي. بعض الأشياء يراها البصير والضرير والحيوان، بعض الأشخاص يتحققون بالفطرة. لو رأى سقراط أحدهم لعمل أعمى كتب. هذا يعني أنه ضرب كتبا في منهج سينوسوس الفلسفي قريبا. ليس قبل أن أجد حلا لبعض الألغاز التي تحيرني. الشاي أكثر صعوبة، الأزمة الأرض وكل هذا في الرئاسة.
الآخر؟ أمر محايد. ربما يكون هذا الشكل مثلاً. هذا يصف الخطابات الغرامية وليس الأغرام السماوية أيها النابغة. رمز، ماذا تقربين منه؟ ولماذا أفعل؟ هل أنت تخيف؟ كفي عن المساعدة، أنت تعرفين ما الذي يعنيني تماماً. وهذا لا يمنع أنك لا تمتلك الشجاعة الكافية لكي تفصح عنه. رمز! وثالث يقول بأن إلها ما يقربها ويقربها.
النتيجة هو أن ثلاثتنا تعيش على الأرض نفسها فوق رؤوسنا الشمس والأجرام نفسها، وما علينا هو أن نحمل مقولات الدين ما لا تعلم، وإنما يجب أن نحملها على المجاز والتكنيس ونبدأ البحث عن حقيقة الطبيعة. هل يمكنك ابتكار طريقة لحساب عدد من حرقوا من المسيحيين
من أجل أن يحافظ الوطنيين على عبقريهم في مقابل الدين الجديد. ولكن ما أقوله هو ليس دينا. قد يأتي من يثبت أنني كنت مخطئة فيما أصبح. وأيهما أكثر صوابا في نظري؟ أن يثبت الناس على الصواب أم أن يتفرقوا في بحثهم عن الأصل؟ المسيحيون الآن يجمعهم يقولون الحق، وقاعة الناس تفرقهم باحثين في كل اتجاه، والقوة هو أن يكون على رأي واحد. هذا الذي نعيشه لابد أن يقترن الإيمان بالقوة. الإيمان روح، والروح في هذا العمل لا يستهلك. وما جدوى صاحب العقل قطع السيف رأسه؟ لهذا حرقت أمامي فسرته. لا لا لا، أرجوك أن أنا لم أفعل. هو من فعل. ما زال لدي متسع لا أحل هذا الخلاف بينكم. لن أتوقف عن البحث ما حقيقي، ولن يتوقف عن قصف أرواح أن يكررون كلامك. أنت تدخلين على أن لست أهلا له. أنت من تفرض ذلك عليا ولا أحد غيرك. أنا؟ سوء الظن هو أبغض ما يغنيه من يبحث عن الصالح العام. يمكننا عقد صفقة خطأ في مقابل خطأ. إن كان علي أن أتغاضى عما يغضبني فإني بذلك أخطئ في حق ما آمنت به. لذا عليك أن تقدمي خطأ في حق ما تؤمنين به. الكاهن يصر يطلب مني أن أفعل حسنا، وما يكون هو ذلك تنازلين عن الشر. ولماذا تسمين الأمر خوفا؟ هو كذلك وليس له اسم آخر. وأقول جبلا لأني أخشى عليك. أنت تريد أن تترك مدينتنا مرحا لأنك تخشى على نفسك؟ لا عليك. ولماذا يكون علينا البقاء في هذا الجنون؟ لا تستطيع أن تعلم في أي مكان آخر. أما نحن نستطيع أن نستكمل بحثنا في بطلمياس. هل تحبني حقا يا سيسوس؟ أترين هذا وقتا مناسبا لهذا السؤال؟ أريد أن أسمع إجابتك عليه. رمزة، أنا أحبك، ولكن ماذا بعد؟ إن كنت كما تقول فعليك أن تقول.
نتيجة خوف البشر في رغبات أجساده. الدماء والدماء فقط. صلي لربك أيها القديس، ادعوه ليصلح روحك التي فسدت. فالروح هي ما خلقك من أجل. إلا أنني لا أظن أن إلها ما سيسامح. لكنهم أصر على لسانه. فنشغل معهم الشاب وانتهى الأمر كما
إسقاطها عما تفعل. هبات يا هبات يا هبات. ومن تكون هذه يحدث كل ذلك؟ يقول قائد حارسي إنها لا ذنب لها، وإنما قتل الطالبان فقط لأنهم من أتباعي. ويقول الكاهن الخفر أنها تدعو لعبدة طغيان الديانة الوثنية. وأي رأي يدل على أنها ليس بالمرأة التي يمكن السكوت عنها؟ لهذا أطالبك بحمايتها وقصاصها للقاتلين. إنما أطالبك أنا بحماية دينك وعرشك وقبلهم رأسك. للخمر فوائد كثيرة في حل الأمور الصعبة. سأستجيب لكم معا. لن أقتلها ولن أبقيها تقول للناس ما تقول. خذوها إلى سجن يليق بها، ولكن أعطوها كل ما تحتاج. ولا أريد أن أسمع نقاشا في هذا الموضوع مرة أخرى. لوكاسيوس، أين الخمر يا غبي؟ لوكاسيوس. لا تبعد بالقدر النفسي في كل وقت. لا ابحث عن حقيقة
10 سنوات، وها هم من منحتهم المجد ومناعته العين. أزعم أن الشيء الوحيد الذي أملكه هو تحويل المجد إلى عار. سامحيني، سامحني. في البداية لم تكن من اختياري. We'll be right back.
قدمت لكم جماعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد العام للمسلمين والعرب المشاركين بلدنا البطلون مصطفى معوض هاشم رجب أمير مبروك يوسف علي علي دياب أكرم عماد أدنوب سليمان نادية حليم دكتور حسن نبيل إضاءة عمر رضا مكياج فنية أحمد استعراضات أحمد عادل ملابس أميرة صابر مخرج منفذ عمر الشحات ويسري ابراهيم. عرض تهيباتي تأليف محمد عبد السلام. اخراج مصطفى طه. هي تسليم الدروع والجوائز والتكريمات في مجالات الفن التشكيلي الرسم التصوير المسرح الغناء ارجو ان الاستاذة رندا فؤاد تتقدم عشان تنده اسماء الفائزين في مجال الفن التشكيلي اتفضل أستاذ الدكتورة هدى بدران صعود للمسرح سيدة ساندرا احتواء مصر للفنون المختلفة.
والتأكيد على الهوية المصرية بشكل إيجابي وفريد من نوعه على مستوى العالم. فأنا مع مجموعة من الفنانين التشكيليين الشباب من المنيا والاسكندرية والقاهرة اشتغلنا على مدى عام كامل من خلال تنظيم ورش عمل أسبوعية في الثلاث محافظات، كما دعينا مجموعة من أساتذة الفن التشكيلي في مصر. كان معنا الدكتور طه أوراني، الدكتور طاهر عبد العظيم، الدكتور وليد قانوش، الفنان حسن الشرق، لإلقاء محاضرات نظرية وعملية عن الفن التشكيلي بصفة عامة والفن التشكيلي المصري بصفة خاصة، وعرض التكنيكات المختلفة على الشباب مع مناقشات أدت إلى إثراء الوعي بالفن التشكيلي لدى الشباب، وبدأوا فعلا في رسم اللوحات اللي عبروا عنها واللي شفناها تحت في المعرض اللي أنا حقيقي فخورة جدا بيه وبأن أنا شاركت في ده، وقدروا إن هم يعبروا بالريشة بتاعتهم قبل التعبير. بشكرهم جميعا، بشكر كل الشباب اللي شاركوا معانا، الفنانين التشكيليين اللي لهم مستقبل جميل جدا جدا، وبشكر كمان الأساتذة اللي أشرفوا معايا على الأعمال، هم قاموا بأكبر مجهود الحقيقة يعني من مراكز الشباب، الأستاذة نعمات إبراهيم، الأستاذة إيمان مدحت، والأستاذ إيهاب زغلول. وإحنا شكلنا لجنة من مكونة من الناقد الفنان عز الدين نجيب والدكتور طاهر عبد العظيم والدكتور طه أوراني، برضو بشكرهم لأن هم اللي قاموا بتقييم الأعمال كلها، واخترنا ثلاث لوحات من كل محافظة. الاختيار كان صعب جدا لأن كل اللوحات كانت حلوة، بس كان لازم نختار. فهندي كل الشباب شهادات تقديرية، وخصصنا جائزة مادية للثلاث فائزين من الثلاث محافظات بالجائزة الأولى. فالفائزة الأولى هي الأستاذة الفنانة غادة عادل عن محافظة المنيا.
مش هطول عليكم. ايوه طيب احنا عملنا لجنه مساعده الدكتور بولس ايوب السينمائي والفنان، وقررنا ان في محافظه المنيا الجائزه الاولى جهان نصر النادر. عمل عظيم يستحق التقدير فعلا والتحية.
اخذ التكريمات والكلمات مع الكاتب والناقد خالد الرسلان. هتكلم عن فريق الدعم المسرحي. طبعا طبيعي ان كل المسرحيين يسقفون. اتفضل استاذ خالد. لمدى معاناة الشباب أو مشاكلهم الحياتية أو حتى التجارب المحلية، أنا يتاح لي الفرصة أن ألف في محافظات مصر وأقلمها وأعرف مشاكل الشباب وتحديداً مواجهتهم لمشاكل التمييز. الحقيقة أن خطابات التمييز مش مجرد خطابات بتتصدر من سلطة فوقية أو من مكان متعالي، وإنما ممكن نلاقيها متناهية في الصدى، فأصدر العلاقات الإنسانية داخل المجتمع، جوه الأسرة، جوه المدرسة، في الشارع، فأبسط العلاقات الصغيرة، وبالتالي كان لازم إن إحنا ندي مساحة، ودي كان التفكير بتاعنا أنا مع زملائي في اللجنة، إن إحنا نفكر خارج الصندوق، إن إحنا مش مجرد إن إحنا بنلتزم بمجرد شعارات مباشرة المسرح بيلقيها بشكل مباشر، وعيد إنتاج نفس الشعارات اللي ممكن تكون بنصنعها في الإعلام، ممكن تكون بنعتبرها كذابة أو زائفة. إزاي إحنا نسمع للولاد؟ إزاي نشوف مشاكلهم الصغيرة؟ إزاي نستفيد من تجاربهم؟ إزاي نشوف خطابات التمييز اللي بتمارس ضدهم؟ عشان كده بدأ، وبالتالي هذا الفعل الإنساني كان بالضرورة إنه ممكن يواجه خطابات التمييز، خطابات التمييز اللي بتسلب الإنسانية من فئات مهمشة أو فئات بتشغل المساحة الأقلية داخل المجتمع، وبالتالي تعيد الاعتبار ليهم، تديهم المساحة إن هم يبقى ليهم صوت أو فضاء يعبروا بيه عن مشاكلهم، ترد لهم إنسانيتهم المسلوبة من خلال الخطابات الجامدة، الخطابات اللي ممكن بيصدرها خطابات ليهم مركز القوة أو خطابات للفئات اللي ليها الغلبة أو ليها مصلحة إنها تصدر هذه الخطابات. عشان كده إحنا كان مهم إن إحنا نفكر خارج الصندوق، مش شرط إن العرض يناقش رسالة بشكل مباشر عن التمييز، إنما ممكن جماعة من الأقليات أو جماعة ممكن تحس إنها مهمشة نديهم فرصة يعبروا، زي مثلاً ذوي الاحتياجات الخاصة إن هم يبقى ليهم مساحة إن هم يعبروا على خشبة المسرح. ده بقى إزاي يواجه التمييز، إن البنات الجنوب المصري يقفوا على خشبة المسرح ويعبروا عن مشاكلهم وقضاياهم، ده في حد ذاته مواجهة للتمييز. إحنا مش شرط إن إحنا نقف ونقلد الإعلام ونقول إحنا ضد التمييز ضد التمييز ضد التمييز، إحنا بالنشاط المسرحي بنرجع إنسانية هؤلاء الفئات، بنرد لهم إنسانيتهم تجاه المجتمع، بنقول لهم اتفضلوا عبروا، قولوا مشاكلكم، قولوا قضاياكم. في نفس الوقت أنا مش عايز أطول، يعني ممكن يكون الفرق المسرحية منتظرة الجوايز، إن الموضوع مش عايزة تعرف. أنا الحقيقة عايز أشكر زملائي في فريق العمل وأدعوهم معايا على المنصة عشان يعلنوا الجوايز، دكتورة إنجل بستاوي. الأستاذ الفنان مازن الغرباوي. وأخيراً بالنيابة عني وعن زملائي أنا عايز أشكر شباب اسكندرية وشباب المنيا وشباب جامعة القاهرة اللي إحنا اتعلمنا منهم من خلال التفاعل المشترك معاهم. مساء الخير عليكم جميعاً. Hello everybody, good evening. I have a short speech for all youth who participate in this project, and then we will announce about all prizes in this competition, okay? قلت ان انا هقول بس كلمة الاول فيها يعني كلمة بسيطة مقتضبة وبعدين هنقول الجوائز.
محضر لجنة تحكيم مهرجان الثقافة والمسرح ضد التمييز الذي أقيم في ثلاثة محافظات القاهرة، الإسكندرية، المنيا، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لنساء مصر. إنه في يوم السبت الموافق 27 يناير 2018 اجتمعت لجنة التحكيم في جلستها النهائية المشكلة من السادة التالي أسمعها: دكتور أنجي بستاوي، الناقد والكاتب خالد رسلان، الفنان والمخرج مازن الغربان. وبعد مشاهدة مجموعة العروض المقدمة على مستوى الثلاث محافظات القاهرة، المنيا، الإسكندرية، والتي بلغ عددها 10 عروض مسرحية في إطار الشروط المطروحة للمسابقة، والتي تلقت دعماً ثقافياً حول موضوع الحملة الخاص بالتمييز بأشكاله كافة، إضافة إلى الدعم الفني لإكساب الشباب قدرة التعبير جمالياً من خلال المسرح، خرجت اللجنة بما يلي: أولاً ملاحظات فنية والتي لها صفة القداسة في نفوس الشباب والقاعدة الشعبية، ومواجهة هذه الخطابات السائدة يمثل جرأة شديدة ويحتاج تفكيكها إلى فترة طويلة لا تستطيع استيعابها فترة الدعم القصيرة، نظراً لأن المؤسسة الدينية تستخدم الوعي الجمعي لترسيخ خطاباتها في النفوس والعقول. المستوى الرابع: عدم توفر وسائل التعبير المتعددة في محافظة المنيا، ووضع قيود عليها جعلت الشباب ينجذبون إلى حالة الصراخ وعرض مشاكلهم الذاتية والشخصية والإصرار على ذلك بشكل ميليودرامي كنوع من أنواع التنفيس بغض النظر عن موضوعات الحملة. وتلك النوعية ظهرت بشكل مراهق وفج، وأكبر مثال على ذلك مسرحية قلب أم، ومسرحية خط، ومسرحية 13 سبت. ثانياً، مواجهة التمييز على مستوى الممارسات المسرحية من خلال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسوياء في أكثر من عرض مسرحي، وأهمها مسرحيتي ليه مين السبب ومسرحية الكتلة والفراغ، وتلك ظاهرة صحية نرجو تشجيعها. ثالثاً، سيطرة تيمة التمييز ضد المرأة على أغلب العروض، واعتمد القليل منها على بعض الأنواع، منها التمييز العرقي والتمييز الجغرافي والتمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد ذلك الأخير هو النموذج الأهم في العروض المقدمة من خلال مسرحية ليه مين السبب. رابعاً، عدم التعامل مع التمييز الديني بشكل صريح والهروب منه قدر الإمكان باستثناء عرضه باتر الذي تناول التمييز الديني بحرية شديدة نظراً للجوئه إلى مصدر تاريخي يبتعد عن الواقع ظاهرياً فقط ليهرب به من الرقابة في مناقشة القضية، ليصبح التاريخ هنا وسيلة لمناقشة مشاكل التمييز الحساسة بالنسبة للمجتمع نظراً للمسافة الزمنية بين الخيالي والواقع الفعلي، رغم العلاقة المشتبكة بين العالمين والتي من الممكن أن يدركها النخبة. خامساً، أغلب المدربين في مراكز الشباب من اللواء ويفتقرون للمهارات الأساسية اللازمة لتدريب فريق مسرحي من الشباب، لهذا تحتاج فرق إلى دعم فني أكثر من خلال منظومة تدريب ممنهجة بشكل دوري ومنتظم. والآن إعلان النتائج. مساء الخير. بسرعة بقى. قررت لجنة التحكيم منح شهادات التقدير التالية: 1، مي عبد الرازق لتميزها بتصميم التعبير الحرف العرض الحرف الأحمر للإسم الفلاني. 2، الهدى طارق لتميزها في عرض الكتلة والفراغ المانيا. مصطفى صابر عبد الهادي، شنودة راتي شوي، عبد الله فتحي موسى، ديفيد عزت، ندى ايمن عن عرض مين السبب المانيا. المانيا. أفضل ديكور المركز الثاني ذهبت إلى علي عثمان عن عرض الحبل الأحمر الإسكندرية. أفضل ديكور المركز الأول عن عرض وحدي الإسكندرية ذهبت إلى نهر الفرس.
ممثل المركز الثالث ذهبت مناصفة بين عبد الرحمن محمد عن دوره في مسرحية باتنين ونص المنيا وكريم محمد عبد العظيم عن مسرحية باتنين ونص المنيا. أفضل ممثل المركز الثاني ذهبت مناصفة أيضاً إلى وائل مجدي عن دوره في مسرحية باتنين ونص المنيا وعبد الله سعيد عن دوره في مسرحية عسل وطحينة الإسكندرية. أفضل عرض المركز الثاني الجائزة مالية وقدرها 13,000 جنيه وقدمها برضو من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر فاز بها عرض ها؟ إيه؟ عرض وحدي Thank you.
محافظة الإسكندرية. اسكندرية.